شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والسيدة تامارا فوتشيتش قرينة الرئيس الصربي لاحتفالية الفنية الكبرى التي أقيمت بدار الأوبرا ضمن فعاليات أيام الثقافة الصربية في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفاء بمرور 116 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن العلاقات بين البلدين شهدت تعاونا ثقافيا مثمرا في العديد من المجالات، ولافتا إلى أن مصر ستظل دائما إحدى عواصم الفكر والفن والثقافة والإبداع، ليس فقط بمبدعيها بل أيضا بشعبها الأمين على تراثه الداعم لفنونه المرحب بكافة إبداع أو المرحب بكافة إبداعات العالم. ومن جانبها أعربت قرينة الرئيس الصربي عن أملها في بناء جسر للصداقة والتفاهم ولإقامة علاقات وثيقة بين صربيا ومصر في المستقبل، وعربت عن سعادتها بشكل خاص لإتاحة الفرصة لها لعرض جزء من تراث صربيا الثقافي والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشعب الصربي، وتقريب هذا التراث من الشعب المصري من خلال استثمار هذه الفعاليات كمساحة عرض لتجربة وثقافة صربيا.